اول ثلاثه يعني اول ثلاثه تكون صح. طيب المساله اللي هي نمبر اول اربعه انت محدودين صح. طب نمبر 5 بيقول لي مديني 6000 تايمز 50. طب انا ممكن اعملها تايمز الاول وبعد كده احولها لساينتفك ريديشن عشان هو عايزها بالساينتفك ريديشن. فانا لما اجي اعمل دي تايمز بنزل الفور زيروز دول اهو وبعمل 5 تايمز 6 ب 30 فيديني كده 300,000 300,000. طب انا المفروض زي ما احنا اتفقنا اي نمبر في الدنيا بيبقى البوينت بتاعته فين؟ البوينت مالوش بوينت يبقى البوينت كانت هنا. طب انا في الساينتفك نوتيشن محتاج ان النمبر اللي على شمال البوينت يكون بتوين 0 اند 10، فانا هحرك البوينت كده اهو لحد هنا هتبقى بين ال 3.0 هات كده. وطبعا الزيروهات دي ملهاش لازمه يعني كانها 3. انت حركت البوينت ناحيه الشمال يبقى انت هتعمل تايمز 10 باور، الباور هتخليها بوزيتيف. لو حركت شمال تخلي الباور بوزيتيف، يعني حركت شمال كده يبقى ال 10 تبقى الباور بتاعتها بوزيتيف، لو حركت البوينت يمين يبقى ال 10 الباور بتاعتها نيجاتيف. العكس يعني، يعني اليمين المفروض مع البوزيتيف والشمال مع النيجاتيف، لا هو العكس. انت حركتها شمال يبقى البوينت هتخليها ايه؟ يبقى هتخلي البتاع بتاعتك بوزيتيف. طيب بوزيتيف كام بقى؟ انا حركتها 5.7 يبقى 5 زيروز، يبقى هتبقى 10 باور 5 يعني هتبقى كده. والزيروات دي بوينت زيروات مالهاش لازمه يعني ممكن اكتبها كده 3 تايمز 10 باور 5 اللي هو يعتبر اوبشن نمبر 2. اوبشن نمبر 3 تايمز 10 باور 5 10 باور 5. انا مبدئيا لما بتجيلي المساله دي كلهم 9، كل البيزوس 9 9 9 9 انا واخد 9 واحده كده، اللي فوق اكتبه زي ما هو ما فيهاش حاجه لما اكتب ستيب زياده بس بدل ما اللي فوق يعني ده نيجاتيف اكتبه نيجاتيف 2، ده بوزيتيف ما ال 5 دي كانها بوزيتيف يبقى بوزيتيف 5، ولكن اللي تحت ده بوزيتيف لا انا لازم اغيره اخليه نيجاتيف. يبقى اللي فوق اكتبه زي ما هو، لو نيجاتيف يتكتب نيجاتيف، لو بوزيتيف يتكتب بوزيتيف، او زي ما هو نيجاتيف 2 اهي بوزيتيف 5 اهي، لكن ده بوزيتيف 3 لا اكتبه انا نيجاتيف 3 زي ما يكون اللي تحت ده بيتعاقب يعني ونغير السين بتاعه. فكده انا لو جيت اجمع دول نيجاتيف 2 بلس 5 هيديني بوزيتيف 3، بوزيتيف 3 ماينس 3 هيديني 0. طب 9 باور 0 ايكوال وات؟ ايكوال 1. تمام؟ طب تمام، بس في غلطه في حته صغيره بس يعني دي طبعا الباور هتلغي النيجاتيف يعني هتبقى كانها 3 باور 2 9 2 باور 2 4. طب هنا هتاخد روت 64 ب 8 روت 9 ب 3. تمام، هنا دي كلها كده على بعضها كده طالما باور 0 يبقى ب 1. طب هنا بقى في السمبليفاي الفور مع الايت هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 4، دي ديفايدد 4 فال 1 دي ديفايدد 4 فال 2 ده حته الترم الاول. طب ال 9 وال 3 هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 3، 3 ديفايدد 3 ايكوال 1 لكن 9 ديفايدد 3 ايكوال 3. طب في الاخر ايه اللي اتفضل بقى؟ الوانات دي كلها مالهاش لازمه. انا يهمني 3 تايمز 2 كام؟ 3 تايمز 2 ايكوال 6. بس تعالى كده هي كانت الايه؟ اهو بتبقى ماشي زي ما هو جاي، يعني هو كان جايب لك الاكس اهو والواي 2 اوفر 3 والزد بنيجاتيف 3 اوفر 2. انا كنت ممكن اعملها كده كانت هتبقى اسهل. ازاي بقى؟ هو طالب مني اكس واي زد اول تو ذا باور 2، دي معناه ان هم الثلاثه تايمز بعض. قلت له افتح براكت كده وبدل الاكس يعني دايما في النوميريكال فاليو افتح براكت واكتب يعني يعني اعمل اللي هو قايله، يعني اول حاجه قابلت براكت اكتب براكت قابلني اكس اكتب ده انا بس ابقى فاهم ان في هنا هيدن تايمز يعني كان في تايمز مش مكتوب. قابلني واي اكتب 2 اوفر 3، قابلني زد اكتب نيجاتيف 3 اوفر 2 قلت ذا بار 2. دايما التعامل مع النمبرز قبل ما يتعمل لهم بار 2 بيبقى اسهل. ليه بقى؟ النمبرز لسه صغيره يعني ال 2 اكنسلها مع ال 2 ال 3 اكنسلها مع ال 3 بس ما انساش ان في نيجاتيف فاضل كده. فتفضل من فوق ايه؟ نيجاتيف طبعا مش هقول نيجاتيف كده وخلاص كان نيجاتيف 1، وتفضل من تحت ايه؟ 2، لان النيجاتيف دي مش معناها نيجاتيف معناها نيجاتيف 1. طيب قلت ذا بار 2 عموما لما اجي حتى اعمل بار 2 ده الموضوع خفيف يعني الباور 2 النيجاتيف هتلغي الباور 2 هتلغي النيجاتيف يبقى كان ال 1 باور 2 ب 1
والتو باور تو فور، كانت هتبقى اسرع، بس الحل اللي انت حله مظبوط برضه تمام، انت جبت كل واحده لوحدها مظبوط برضه. عشان المساله العاب دول هنقول شويه حاجات ترانسليشن كده من انجلش لماث. لو قال لي 3 نمبرز وسكت، 3 نمبرز 3 كونسيكتيف نمبرز 3 كونسيكتيف كونسيكتيف يعني ورا بعض نمبرز، طيب انا بفرضهم ايه؟ بفرضهم اكس اللي بعده ازيد منه ب 1 اكس بلس 1 واللي بعده باكس بلس 2. طب ليه؟ لان انا مثلا قلت ثلاث ارقام ورا بعض زي ايه يا سيدي؟ زي 4 5 6. طب ما 4 5 6، طب ما 4 5 6 اصلا لو انت لاحظتها كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن 4، وال 5 دي كانت عباره عن 4 برضه بس بلس 1، وال 6 دي كانت عباره عن 4 برضه بس بلس 2. انا الجديد ايه؟ ان انا سميت ال 4 دي سميتها اكس، يعني ده لما يبقى اكس يبقى اكس، لو شفت كل الفرات يبقى ده بقى اكس، ده بقى اكس بلس 1، ده بقى اكس بلس 2. دي الفكره بتاعتي. لكن لو جه قال لي بقى ايه؟ لو جه قال لي 3 كونسيكتيف بتلخبط ايفن نمبرز هيبقوا اكس واللي بعده اكس بلس 2 واللي بعده اكس بلس 4. طيب الحته بقى اللي مستغرب لها دلوقتي، انه لو قال لي برضه 3 كونسيكتيف اود نمبرز، اود نمبرز في ناس بتهابوا لما اقول له اود نمبرز يقول لك ايه بقى؟ ما طالما بقى الايفن 2 4 وبتاع يبقى نخلي ده اكس واكس بلس 1 واكس بلس 3. لا غلط غلط، ده الاود نمبرز هي هي زي الايفن. طب ازاي الكلام ده؟ يعني ده برضه اكس واكس بلس 2 واكس بلس 4. ايوه. طب ليه كده انت عملت كده؟ هقول لك ايه؟ لان دلوقتي في الايفن، سواء في الايفن نمبر او في الاود نمبر، كل واحد بيزيد عن اللي قبل كده. يعني الاود بيبقوا ايه؟ الاود بيبقوا 3 5 7، يعني ده 3 هتلاقي ده 3 بلس 2 وهتلاقي ده 3 بلس 2، ده الاود، ده سوري ده دبل الاوت، دبل الاوت. لو انا في الايف، لو انا في الايف مثلا هلاقي ايه؟ 4 6 8. طب ما انا ده 4 هلاقي ال 6 عباره عن 4 بلس 2 وهلاقي ال 8 عباره عن 4 بس بلس 2. طب كذلك لو انا، لو انا قلت 3 5 7 هنلاقي ده 3، هتلاقي ده 3 بلس 2، هتلاقي ده 3 بلس 4 برضه، يعني مفيش اختلاف. فقال لك يبقى هو لما يقول لك كونسيكتيف ايفن زي ما يقول لك كونسيكتيف اود بالظبط نفس الفرق. ولكن لو قال لي كونسيكتيف نمبرز وسكت يبقى اكس واكس بلس 1 واكس بلس 2 واكس بلس 1 واكس بلس 2. هصور دي بس كده وايه؟ نشوف بقى المساله اللي هو جايبها. هو بيقول لي ايه؟ The sum of three، المساله اللي جايبها لي في الامتحان بيقول لي ايه؟ The sum of three consecutive numbers is 24. Find it. Find it. في الحالة دي لازم لما باجي أعمل المسألة دي أقول له إيه؟ let the numbers، طب ما قال لي إيه؟ هو قال لي consecutive وسكت، ما قالش even ولا إيد ولا حاجة. let the numbers x x plus 1 النمبر الثالث x plus 2. دي لازم أقول الستيب دي في الأول. let يعني أنا بفرضهم لك بكده. انت بتقول لي سم، سم يعني لما اعملهم كلهم بلس بقى اكس، لما اعمله بلس اكس بلس 1 بلس اكس بلس 2 السم از 24 يبقى ايكوال 24. يبقى انا كده ترجمتها من انجلش لماث، من انجلش لماث. طيب هجمع بقى دول، ادي اكس واكس واكس هيديني، هجمع الاكسات بلاك تيرمز هنا 3 اكس. طب هجمع اللي ما فيهمش اكس اللي هو 1 بلس 2 3، لان لو هجمع لايك تيرمز يبقى الاكسات لايك زي بعض هجمعهم. طبعا عارفين اكس كان قبلها 1 يبقى 3 اكس، او برتقانه وبرتقانه وبرتقانه ثلاث برتقانات. طيب ال 1 وال 2 عشان ما فيهمش اكس يجمعوا مع بعض يدينا 3 ايكوال 24. بقت زي الايكويشن اللي هو كان جايبها لي في بدايه الامتحان
السؤال الثاني تقريبا، عادي بقى اودي 3 هنا ماينس، يبقى 3 اكس ايكوال 24 ماينس 3 هنا 21. ارجع اودي 3 دي بالديفايدد، ديفايدد 3 21 ديفايد 3 هتديني 7، اكس ايكوال 7. طيب انا فرض ان النمبرز ايه؟ اكس واكس بلس 1 واكس بلس 2. طيب في الاخر هقول له ذا نمبرز ار، اول واحد كان اسمه اكس يبقى 7. طب اللي بعده اكس بلس 1 يعني 7 بلس 1 يعني ايه؟ طب اللي بعده اكس بلس 2 يعني 7 بلس 2 يعني ما. لو انا عايز اعمل تشيك لاجابتي، يعني عايز اعمل تشيك لاجابتي اهو، هو مش لازم اعمل تشيك بس انت عايز تعمله يعني. هو بيقول لي كونسيكتيف يعني ورا بعضهم، ادي 7 8 9 هم ورا بعض فعلا. طيب في نفس الوقت بيقول لي مجموعهم 24. طب ما انا فعلا لو جمعت 7 بلس 8 بلس 9 اهو هلاقي 15 بلس 9 يدينا 24، بس 24. انت معايا محمد؟ سهله ولا صعبه؟ معاك يا مستر.